ايه الاحراش اللي انا واقف فيها دي؟ غاب التين شوك. ايه يا حمامه انت فين؟ انت فين يا شبح؟ جنبي فين؟ انا مش شايف ايات غير تين شوكي. انت في الصندوق الاسود ده؟ ماشي يا اسطى. هي بقى كده. امال كنت فاكرها ازاي؟ عاوز تقعد وتجري؟ طب انت اقفل، فاهم رجالتي ايه؟ اقفل زيك؟ حاسب على كلامك يا فوده. المعلم فوده يالا. اوعى تكون فاهم اللي عملته في المصمت ده هزاني. انت شريطه مقياحه يا نبيل، فاهم؟ اخرك تهوهو على الغلابه. انما تزوم عليا انا اشقك ما تلحقش تندم. اشقك؟ فوده انت فاكرني يعني عشان انا بديك احترامك في الدخلة وفي الخارجة ومقامك بقيت لواء واجب التحية؟ لا يا فودة، خلي بالك ان انا عارف اصلك وفصلك كويس وهرشك، يعني دولاب مفتحية ولا حاسب الحكومة يالا، فما تعملش كبير عليا عشان انا ما بتهدش، واخد بالك؟ مسيرك تقع تحت ترسي واقطعك. بقى كده تعرف حلاوة البقين العفشين اللي قلتهم دول ايه؟ أجري عليك حتة عيل صغير يلوشك رصاصة ونخلص، لكن لا، ساعتها هعمل لك قيمة وأنت ما تستاهلش. أنا هوريك قرصة فوضى الأسمر اللي بتطلع بالدم، وابقى صباح لي على نفسك يا حضرة الأمين. وإيه اللي مخليك مالي إيدك كده؟ ما يمكن ما يوافقش ولا يعمل فينا مغرس. فوده ده تعبان. هيوافق وبكره تشوف. بعدين مغرس ايه؟ عمرنا جبنا ورا ولا انت قلبك خف يا صلاح؟ انت عارف يا صاحبي ان انا قلبي مش خفيف، بس احب اوزنها، وهي بصراحه مش عايزه تدخل دماغي. ازاي هسيبك تكبر بالسهوله دي؟ الراجل محمل عليك في كل حاجه، هيسيبك تخلع من تحت باطه كده؟ ومين قال لك ان انا عايز اخلع؟ السوق كله في عبء، يعني مين محتاج مين اكتر من التاني؟ انا ولا هو؟ كلام موزون يا صاحبي، بس لازم نحرص برضه. عملت ايه يا صاحبي في اللي انا كلمتك فيه؟ في ايه يا صلاح؟ انت عارف ابو السيد. لا يا صلاح مش هينفع. ليه يا سيد؟ اسمع صلاح بقى ومن ابو ناهي، احنا اخوات مش كده؟ واكتر يا جدع. هجيبها لك على الرايق عشان نخلص. الموضوع ده تنطره من دماغك. هي مش ليك ولا عمرها هتكون ليك. ولا عمرها هتكون ليا؟ ومالك بتقفلها في وشي كده يا جدع؟ وانا ايه عيب يا سيد؟ قول عيب معلمش عليك في ايه؟ غير يا صلاح هتنسى نفسك ولا ايه؟ هتنسى احنا مين؟ وهتفتكر شويه الفلوس اللي معانا دول هيعملونا بني ادمين. احنا مالناش داعي عند حد. اسطوانه الحب والشحتفه دي ما تصرفش معايا عشان احنا عمرنا ما عملنا لصف الحريم اي قيمه. يا جدع انت دنيتك كلها ماشيه من ورايا في الصغيره قبل الكبيره. لما بغفل عنك ثانيه بتقع وتقول الحقوني. دلوقتي لو حصل لي حاجه يا صلاح هتطمن على البنت ازاي؟ هتفهم. افهم ما تبقاش غبي.